بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وصفوة الله من خلقه أجمعين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ومن جوار الكعبة المشرفة ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 89 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة 7 من شهر ربيع الآخر 46,400,000 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نجتمع في مجلس مبارك وليلة مباركة نبتغي من ربنا الكريم أعظم الأجر والفضل والصلوات بصلاتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام، أو ما قال صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه عدد من صلى عليه، وصلى الله ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. قلبي بحبك يا محمد قد نشا، وهواك يسري في الفؤاد وفي الحشا، يا من أزلت عن القلوب حجابها، يا من هواه بمهجتي قد عشعشا، فاض الحنين إليك زاد تشوقي، والقلب مشتاق إليك تعطشا، يا سعد من صلى عليك على المدى، يا خير من وطئ التراب ومن مشى، فصلى الله وسلم وبارك عليه. هذا المجلس أيها الكرام نستفتح فيه فصلا جديدا في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. صلاة الضحى التي يعرفها كثير من المسلمين اليوم مسمات باسم الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة، وهو وقت الضحى. وقت الضحى أول النهار، وهو ما بين ارتفاع الشمس إلى توسطها في كبد السماء، هذا وقت الضحى. وهو هذا الوقت، وقت الضحى، هو أجل أوقات النهار وأشده نشاطا، وفي مباديه التي تدب فيها الحياة ويسعى فيها الناس في كسب المعاش وابتغاء الرزق. سميت صلاة الضحى لهذا السبب، لوقوعها في هذا الوقت. صلاة الضحى يا كرام مستحبة في قول أئمة الإسلام في المذاهب الأربعة على حد سواء. صلاة الضحى مستحبة لأنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تسمى بصلاة الأوابين، جمع أواب، والأواب الصادق في التوبة، كثير الرجوع إلى الله، دائم الذكر لله. فوصفت هذه الصلاة بأنه لا يقوم بها ويحافظ عليها إلا الموصوف بهذا الوصف المبارك كما سيأتيك في الأحاديث. هل صلاة الضحى هي صلاة الإشراق التي يصليها الماكث في مصلاه بعدما يصلي الصبح؟ هي كذلك عند طائفة من أهل العلم، فمنهم من يرى أن من جلس في مصلاه بعدما يصلي الفجر حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين أنها صلاة الضحى، ومنهم من يفصل بينهما فيسمي تلك صلاة الإشراق وهذه صلاة الضحى، والأمر فيها يسير. في هذا الفصل يبين المصنف رحمه الله تعالى مسألتين متعلقتين بصلاة الضحى.
أولاهما تحرير مسألة استحبابها. كيف يعني؟ يعني أن من العلماء من ينفي مشروعية صلاة الضحى لوجود بعض الروايات في السنة التي تنفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها. فنظر العلماء في هذه الروايات والأحاديث، وسيسوقها المصنف رحمه الله تعالى، ثم يبين الموقف منها وكيف تعامل معها الفقهاء. والشطر الآخر من مسألة صلاة الضحى هو صفتها وكيفيتها وعدد ركعاتها التي وردت بها الرواية عن الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأستحبها. ما رأيته يصلي سبحة الضحى، وقلنا سبحة بمعناها بمعنى التطوع والتنفل. تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطوع بصلاة الضحى. من الذي ينفي؟ عائشة رضي الله عنها، حتى لا تقول ربما كان صاحب الرواية لا علم له بهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي أقرب الناس إليه، بل هي أحب الناس إليه كما قال عليه الصلاة والسلام. تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. هذا الحديث في الصحيحين يا كرام، وهو من أكثر الأدلة التي أورثت هذا الإشكال في المسألة. تقول عائشة: ما رأيته يصلي، ثم تقول: وإني لأستحبها، وبعضهم يرويها مصحفة: وإني لأسبحها، يعني أتنفل بها أصلي. فالإشكال: كيف تنفي عائشة شيئا رضي الله عنها ثم تقول: لكني أنا أفعلها؟ ستقول أكيد أنها ما فعلت إلا لأنها سمعت وبلغها من الروايات في شأن فضل صلاة الضحى ما جعلها تصليها. جيد، إذا كان هذا الجواب فإذا لا تعارض، كأنها تقول: لقد حثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى. هي ما قالت، لكن كيف فهمنا؟ قالت: وإني لأستحبها، تقول: أنا أصليها. بناء على ماذا؟ يقينا بناء على ما بلغها من فضل صلاة الضحى. إذن ماذا تفهم من قولها: ما رأيته يصلي؟ تقول: أنا ما رأيته هو يصليها. هل هذا نفي لصلاته الضحى؟ الجواب: لا، نفي لرؤيتها هي صلاة الضحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى ما الذي بلغها من فضل صلاة الضحى؟ أحاديث كثيرة، حتى أفردها بعض أهل العلم بمصنفات مستقلة وأجزاء، ومنهم من أفردها بأبواب في دواوين السنة في باب فضل صلاة الضحى وبيان ما جاء فيها، كمثل حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة المفاصل، وفي الجسد 60 و300 مفصل. قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. واجب علي وعليك وعلى كل مسلم في كل يوم يصبح أن يتصدق بعدد مفاصل جسده. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، هذا واجب. فإذا رأيتها كثيرة سهل لك الأمر، قال لك: بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعها صدقة. قال في هذه الرواية: ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا صليت هاتين الركعتين كنت مؤديا لما أوجب الله عليك من الصدقات عن كل مفصل من مفاصل جسدك. وهذا الحديث من أجل ما جاء في فضائل صلاة الضحى. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث صلى الله عليه وسلم، لن أدعهن ما عشت،
بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وألا أنام حتى أوتر، والحديث عند مسلم. هذا الراوي أبو الدرداء تماما كمثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث صح عنهما. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. كما أوصى عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء، أوصى أبا هريرة رضي الله عنهم، فيوصيهم بشيء عظيم. ثم تسمع من حرص أحدهم يقول: فأنا لا أدعهن ما عشت، والثاني يقول: فأنا لا أدعهن حتى أموت. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. فإذا هي تثبت في رواية أخرى صلاة الضحى، فهذا الذي جعل أهل العلم ينظرون في الجمع بين هذه الروايات وتلك في إثباتها ونفيها رضي الله تعالى عنها. في حديث الترمذي أيضا، والحديث صحيح، يقول أبو هريرة رضي الله، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. وجمهور الشراح في المحاديث على أن الركعات 4 هي ركعات الضحى، ومنهم من قال سنة الفجر مع فريضتها 4 ركعات، لكن هذا يدل على أهمية هذه الركعات. وأهل العلم لما بوبوا لحديث صلاة الضحى أوردوا هذا الحديث فيه بناء على أن الركعات 4 المقصودة هي صلاة الضحى. فقول عائشة رضي الله عنها: وإني لأستحبها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أيضا من حديث مورق العجلي قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. لا إخاله. قال: لا إخاله. هذا أيضا حديث صحيح، أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد سأله مورق العجلي التابعي الجليل، سأل ابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قال: فعمر؟ قال: لا. قال: فأبو بكر؟ قال: لا. فنفى أن يصليها هو رضي الله عنه، ونفاها عن الصحابيين الجليلين الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فارتقى السائل فقال: فالنبي صلى الله عليه وسلم أكان يصليهما؟ فلم يجزم بنفي ولا إثبات، بل قال: لا إخاله، يعني لا أظنه كان يصليها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيسر من حديث عائشة رضي الله عنها في إفادة النفي، وأخف. لما؟ لأنه لم يجزم، بل قال: لا أظن. ومن روى من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها رأى فأخبر، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. فهذا نفي عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما. حمل هذا النفي طائفة من أهل العلم على القول بعدم استحباب صلاة الضحى. هذه عائشة تقول رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. وابن عمر رضي الله عنهما يقول: أنا لا أصلي، ولا أبي ولا أبو بكر. ولما سئل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا إخاله، يعني لا أظنه كان يصليها. نعم. قال: وذكر أيضا عن ابن أبي ليلى أنه قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. هذه الرواية في الصحيحين أيضا عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد، يعني من الصحابة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ. أم هانئ رضي الله عنها من أشهر من روى وأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى، وذلك يوم فتح مكة.
دخل دارها عليه الصلاة والسلام، وأم هانئ بنت عمه رضي الله عنها، هي أخت علي، أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عمه، دخل دارها يوم فتح مكة وصلى في بيتها 8 ركعات. قال أهل العلم هذه هي صلاة الضحى، لأن الوقت كان ضحى، ومن نفى صلاة الضحى قال هذه صلاة الفتح، لأن الله فتح له مكة فصلاها 8 ركعات. فمن روى حديث أم هاني أجاب عنه بما سمعت، قالت دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، قالت فلم أرى صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت: من المفصل. هذا حديث آخر في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وقد سألها عبد الله بن شقيق هل كان عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني من سفر. ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن صلاة الضحى ليست سنة إلا للقادم من سفر، فأما المقيم الجالس بين أهله فلا يصليها، بناء على رواية عائشة رضي الله عنها هذه التي سمعت فيما أخرج الإمام مسلم. إذن ها هنا مذاهب ستسمعها بعد قليل بناها العلماء على هذه الروايات التي أثبت فيها الصحابة شأن صلاة الضحى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شقيق: فسألها هل كان يقرن بين السور؟ والمقصود بالقرن بين السور أن يقرأ في ركعة واحدة سورتين. فسئلت هل كان يجمع عليه الصلاة والسلام في الركعة الواحدة بين أكثر من سورة؟ قالت: من المفصل، يعني من قصار السور، من الحزب المفصل في القرآن، وحزب المفصل من سورة قاف إلى الناس، منهم من يقول من الحجرات، ومنهم من يقول من الفتح، فهي في حدود الأجزاء 4 الأخيرة من القرآن الكريم، يعني أنه ثبت عنه أنه كان يقرن بين السورتين من السور في حزب المفصل عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. هذه رواية في مسلم عن عائشة رضي الله عنها فيها إثبات كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. فهذه رواية عن عائشة رضي الله عنها فيها إثبات مطلق يصلي 4 ويزيد ما شاء الله، ورواية أخرى فيها نفي مقيد لا يصلي إلا أن يجيء من مغيبه، ورواية ثالثة فيها نفي الرؤية ما رأيته يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. الآن غاية ما يعمله المصنف رحمه الله أنه يسرد لك الروايات ويجمعها، ثم سيأتي إلى التوفيق بينها ومذاهب العلماء فيها بعدما يفرغ من سردها رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أم هانئ أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات، وهو الذي تقدم قبل قليل. نعم. قالت: وذلك ضحى. قالت: وذلك ضحى، يعني صلى الركعات 8 وقت الضحى، ولهذا حمله جمهور العلماء على أنها صلاة الضحى. قال: وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا الأصم قال حدثنا الصغاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن الضحاك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، فسألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا
سألته ألا يقتل أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. قال الحاكم: صحيح. قلت: الضحاك بن عبد الله هذا ينظر من هو وما حاله؟ الحديث صححه الحاكم بإخراجه في المستدرك على الصحيحين، وأخرجه أيضا من أصحابي من أئمة الحديث الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في الكبرى، وابن خزيمة في صحيحه رحم الله الجميع. وإنما ساق المصنف رحمه الله إسناد الحاكم بالحديث لأجل هذا الراوي الضحاك ابن عبد الله، وقد قال: ينظر من هو وما حاله، كأن ابن القيم رحمه الله يريد تثبيت الرواية بمعرفة حال هذا الراوي. وبكير أو الضحاك بن عبيد الله ابن عبد الله راوي الحديث قد تكلم فيه أهل العلم، فمنهم من وثقه ومنهم من سكت عنه، فلهذا كأن المصنف رحمه الله توقف في تصحيح الحديث. وفي الحديث أمران: إثبات صلاته عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى لقول أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات. وفي الحديث مسألة أخرى، وهي هذه الدعوات النبوية المباركة التي ثبتت في غير هذا الحديث أيضا، وهو أنه صلوات الله وسلامه عليه سأل الله لأمته 3 مسائل فأجابه الله في 2 منها. سأل الله عز وجل ألا يهلك أمته عامة بالقحط والجد، قال هنا: سألته ألا يقتل أمتي بالسنين. السنين يعني القحط والجد والمجاعة، ألا يكون هلاك أمته عليه الصلاة والسلام بمجاعة تفنى فيها أمته، ففعل، أجاب الله دعاه. قال: وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ففعل. سأل الله ألا يكون هلاك أمته وفناؤها بتسلط عدو من خارجها. نعم، يتسلط الأعداء ويكون بين الأمة وبين خصومها حرب وعداء ونصر وانهزام، لكن أن تكون الجولة والظفر والنصرة لأعداء الأمة على الأمة بحيث تهزم تماما، هذا ما حصل ولن يحصل، لأن الله أجاب دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يا كرام من أعظم ما يملأ صدر الأمة اليوم وأمس وغدا وإلى يوم القيامة، أنه مهما اشتد عدوها بأسا وقوة وعدة وعتادة، فسيبقى لهذه الأمة من حفظ الله لها وتأييده وحمايتها ونصرها، لأن الله أجاب دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فيعظم في صدر الأمة التفاؤل بأن لنا أملا بالنصر، فتستعد وتعد العدة والعدة وتأخذ بالأسباب علها أن تظفر بالنصر الموعود. أما الثالثة فقال: وسألته ألا يلبسهم شيعا، يعني ألا يجعل بأسهم بينهم، ألا يكون العداء بينهم وبين صفوفهم، وأن يكون القتال فيما بينهم، قال: فأبى علي. فهذه التي ما أجابها الله، ولهذا ما زال في الأمة فتن وصراعات وابتلاءات في داخل صفوفها، وما زال في الأمة اليوم منذ سنوات مضت وقرون خلت، وإلى ما شاء الله يبقى التنازع والتناحر والاختلاف سنة ماضية في الأمة ابتلاء من الله عز وجل لحكمة يريدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الحاكم في كتاب فضل الضحى: حدثنا أبو بكر الفقيه قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الحصين عن هلال بن يساف عن زاذان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور، حتى قالها 100 مرة. أفاد الحديث هذا الذكر الذي يقوله من صلى صلاة الضحى: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، كما أثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه الدارقطني في العلل بدون ذكر صلاة الضحى، أن هذا الدعاء من أدعية رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وأخرج الحاكم هذا الحديث كما أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي والبيهقي وغيرهم، والحديث صححه طائفة من العلماء رحمة الله على الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن عمر بن ذر عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين وأربعا وستا وثمانيا. مجاهد تابعي رضي الله عنه، فحديثه إذن مرسل، لأنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين وأربعا وستا وثمانيا. ما أدرك ذلك، فروايته مرسلة إذن، لكنه صحيح السند إلى مجاهد رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أو هذه الرواية أيضا مما أخرجها الإمام الحاكم في كتابه فضل الضحى. نعم. قال: وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عثمان بن عبد الملك العمري قال حدثتنا عائشة بنت سعد عن أم درة أنها قالت رأيت عائشة هي تقرأ لو كانت بالدال، المهملة تقرأ أم درة، لكن الصواب في ضبط اسمها بالذال أم ذرة، مولاة لعائشة رضي الله عنها. قال حدثتنا عائشة بنت سعد عن أم درة أنها قالت رأيت عائشة تصلي الضحى وتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا أربع ركعات. وقال الحاكم أيضا أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروزي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عمارة بن عمير عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. الحديث أيضا مما أخرجه الإمام الحاكم في كتابه المذكور فضل الضحى وليس في المستدرك، وأخرجه غيره أيضا كالطبراني والمروزي وغيرهم، والحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من طريق سواه، وحسن الحديث بعض المحدثين كابن الملقن وابن حجر رحم الله الجميع. أنه رأى رسول الله، يعني جبير بن مطعم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. نعم. قال: وقال الحاكم أيضا حدثنا إسماعيل بن نجيد قال حدثنا محمد بن عدي بن كامل قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن قيس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات. ثم روى الحاكم من طريق إسحاق بن بشر البخاري قال حدثنا عيسى بن موسى غنجار عن عمر بن صبح عن عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى 12 ركعة. وذكر حديثا طويلا. سيشير المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى تضعيف هذه الرواية، بل الحكم بوضعها بأنها لا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الحاكم حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. وبه إلى أبي الوليد حدثنا قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عمارة بن عمير العبدي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. طيب، إذن هذه جملة روايات كما سمعتم يا كرام عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ممن أثبت صلاة الضحى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنها دون الروايات الأوائل التي صدر بها المصنف رحمه الله، حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا.
وأتى بهذه الروايات ليبين لك تعداد من ذكر هذا من الصحابة، وختمها بمن نقل الإمام الحاكم رحمه الله إحصاءهم من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، قال الحاكم: قال الحاكم: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي ذر الغفاري وزيد بن أرقم وأبي هريرة وبريدة الأسلمي وأبي الدرداء وعبد الله بن أبي أوفى وعتبان بن مالك وأنس بن مالك وعتبة بن عبد السلمي ونعيم بن همار الغطفاني وأبي أمامة الباهلي، ومن النساء عائشة بنت أبي بكر وأم هانئ وأم سلمة، كلهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. هذا الجمع من الإمام الحاكم في جزئه المفرد الذي سماه فضل الضحى جمع فيه الروايات وأحصى من سمعت من الصحابة، كلهم روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى: أبو سعيد الخدري، أبو ذر، زيد بن أرقم، أبو هريرة، بريدة، أبو الدرداء بن أبي أوفى، عتبان، أنس، عتبة، نعيم، أبو أمامة، ومن النساء عائشة وأم هاني وأم سلمة، طبعا على تفاوت في صحة هذه الروايات عن بعضهم. قال: كلهم شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. هذا العدد مثله وأقل منه إذا جاء في مسألة من المسائل قطع العلماء بصحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذا العدد الجم من الصحابة إذا روى مسألة ورواها عن كل واحد منهم عدد من التابعين انتشر الحديث وعم حتى تواتر، والمتواتر مقطوع بصحته. فقال: كل هؤلاء شهدوا. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، وذكر لغالب هذه الأقوال مستندا. قال: وبلغ عدد الرواة حديث في إثباتها نحو 20 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. اختصر المصنف بعضها واقتصر في إيراد بعضها لبيان هذه السعة. ويبقى السؤال الآن: مع هذا العدد الكبير نحو 20 صحابيا يروي الحديث، كيف أفهم نفي ابن عمر؟ سئل: تصلي الضحى؟ قال: لا. فعمر قال: لا. أبو بكر قال: لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا إخاله. ابن عمر ليس من الصحابة البعداء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو من أشدهم قربا منه وألصقهم به وأحراهم بالسنة ومن أشدهم اتباعا لها رضي الله عنه. طيب، عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى نفيا مطلقا. نعم، جاء عنها أنها قيدت النفي إلا أن يجيء من مغيبه، لكنه عارضها رواية صحيحة أخرى أنه قالت: رأيته يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء. هذا الموقف من الأحاديث جعل العلماء ينظرون في المسألة، فهم على 4 أقوال في حكم صلاة الضحى. الجمهور، بل المذاهب 4 كما سمعت، على أن صلاة الضحى مستحبة لأجل ما ورد فيها من الفضائل وما ثبت من فعلها والحث على فعلها. فأورد المصنف رحمه الله الآن البيان من هذه، بيان المواقف، مواقف العلماء من تلك الروايات التي سمعتم طرفا منها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر الطبري من حديث علي وأنس وعائشة وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق، فمنهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي. هذا مذهب الجمهور، إثبات استحباب صلاة الضحى ترجيحا للروايات التي أثبتت. لما؟ لأكثر من سبب. أولا، أن عدد رواتها كثير، أكثر الصحابة على إثبات صلاة الضحى. ثانيا، أن الإثبات عند تعارضه مع النفي مقدم عليه، وقد قرر العلماء أنه إذا تعارض المثبت مع النافي قدمت رواية المثبت. قالوا: لأن مع المثبت زيادة علم. سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيته يصلي. ويجاب عن هذه الرواية أنها نفسها رضي الله عنها قالت: رأيته يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. فهذا يرد النفي.
وأما نفي ابن عمر رضي الله عنهما فلا يغدو أن يكون احتمالا مظنونا منه لقوله لا إخاله، وأما نفيه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فمحمول على ظنه، وإلا فليس ممن يستطيع الجزم بأن أبا بكر رضي الله عنه لم يصلي الضحى قط، وهكذا. نعم. قالوا: وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس ويوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأم هانئ وعلي بن أبي طالب أنه صلاها. قالوا: ويؤيد هذا الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوصية بها والمحافظة عليها ومدح فاعلها والثناء عليه. نعم، مما سمعتم منها طرفا: يصبح على كل سلامة من كل أحد منكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. حديث أبي الدرداء، حديث أبي هريرة: أوصاني حبيبي، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ويذكر منها ركعتي الضحى. الوصية والحث والإغراء وبيان الثواب مؤكد للأحاديث الصحيحة في صلاته صلى الله عليه وسلم ومحافظته على الضحى. نعم. قال: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وفي صحيح مسلم نحوه عن أبي الدرداء. إذن عن أبي الدرداء وعن أبي هريرة كليهما رضي الله عنهما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما. بل قال الإمام الطبري رحمه الله وهو يروي هذه الأحاديث، يقول: إنها بلغت حد التواتر، فذلك متجاوز للقنطرة، فما يحتاج إلى بحث في الأسانيد ولا دراسة الرواة، لأن الحديث إذا تواتر أصبح مقطوعا بصحته. أحسن الله إليكم. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي ذر يرفعه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يصح قراءتهما يجزي من ذلك أو ويجزئ، ضبطان جائزان وبهما وردت الرواية، وإن كان الأشهر ويجزي من جزى يجزي، ومنه قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى، لأنه أخبر أن ركعتين من الضحى تجزئ عن 360 صدقة. بركعتين تركعهما من الضحى كم تأخذ من وقتك عبد الله؟ 3 دقائق، 5، 10 دقائق. لكن هذا الأجر العظيم الذي إذا أراد الأغنياء بأموالهم أن يتصدقوا لأنفقوا مالا ما الله به عليم، ولو أراد الإنسان أن يبحث عن وجوه الصدقات لاحتاج إلى جمع كبير حتى يبلغ هذا العدد، لكن قال: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث الذي تقدم أن من أهل العلم من جعل هذا الحديث محمولا على صلاة الضحى، ومنهم من قال بل هي صلاة الإشراق. من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، يعني يذكر الله ويقرأ القرآن ويدعو ولم ينشغل بشيء سوى الخير، غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم. قال: وفي الترمذي وسنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سيأتي أيضا في كلام المصنف أن الحديث هذا موضوع لا يصح إسناده ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي المسند والسنن عن نعيم بن همار أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ابن آدم
لا تعجزني من 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. ورواه الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر. ورواية الترمذي للحديث عن أبي الدرداء وأبي ذر أصح من رواية المسند والسنن من حديث نعيم بن همار، والمعنى ثابت: ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات، وفي رواية الترمذي ابن آدم اكفني 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. والمقصود أن العبد إذا حافظ عليها كان الله عز وجل متكفلا بكفايته، يعني همه وأمر رزقه ومعاشه وسائر مطالبه وقضاء حوائجه، نسأل الله الكريم من فضله. قال: وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجه عن أنس مرفوعا: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. والحديث أيضا ضعفه الترمذي والحافظ ابن حجر وغيرهما. قال: وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. وقوله ترمض الفصال أي يشتد حر النهار فتجد الفصال حر الرمضاء. تسمى صلاة الضحى بصلاة الأوابين، وفي حديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، قال ابن العربي رحمه الله: هي صلاة الضحى، قال: التي من أتى بها كان من الأوابين وحمى 360 مفصلا من النار، بناء على ما جاء في الحديث من فضلها والصدقة المجزئة بهاتين الركعتين عن صدقات بعدد مفاصل جسدك يا ابن آدم. في هذا الحديث في صحيح مسلم لما رأى زيد رضي الله عنه قوما يصلون الضحى في مسجد قباء، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، يعني وقت صلاة الضحى يا كرام يبتدئ من بعد خروج النهي بعد الفجر، فإن بعد صلاة الفجر وقت نهي، فإذا امتد وقت النهي إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يزول النهي، من هنا يبدأ وقت صلاة الضحى. إلى متى؟ إلى قبل أذان الظهر بنحو 10 دقائق، كل ذلك وقت للضحى. قال: أفضل أوقات صلاة الضحى عند اشتداد حر الشمس، وهذا غالبا يكون عندما تبلغ الساعة نحو 10 و11، فإنها أشد ما تكون حرارة. وأخذ هذا زيد رضي الله عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال صغار الإبل، وإذا كانت باركة في أول النهار لا يوقظها ويقيمها إلا حر الشمس، فإذا اشتدت الحرارة أصبحت الأرض محترة فتقوم عن الأرض لحرارتها، ترمض الفصال يعني تقوم من شدة الحرارة فتشتد بسبب اشتداد حرارة النهار. فصلاة الأوابين أثنى عليه الصلاة والسلام بهذا الوقت وجعله صفة للموصوفين بالأوابين، قال: صلاة الأوابين. فلهذا قال العلماء إن أفضل وقت الضحى وذلك الوقت عند اشتداد الشمس حرة، فلو صلاها قبل أو بعد في الوقت الذي يكون فيه وقتا لصلاة الضحى أجزأ ذلك أيا كان. أحسن الله إليكم. قال: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيت عتبان بن مالك 2 ركعتين. وفي مستدرك الحاكم من حديث خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. وقال: هذا إسناد قد احتج بمثله مسلم بن الحجاج. يعني أن الإمام الحاكم لما روى هذا الحديث بسنده أراد أن يعضد هذا السند بأنه من مثل أسانيد الإمام مسلم في صحيحه، وإن كان قد أعل الأئمة كابن خزيمة هذا الحديث بهذا السند المذكور آنفا. نعم. قال: فإنه حدث عن شيوخه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن.
قال ولعل قائلا يقول قد أرسله حماد بن سلمة وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو فيقال له خالد بن عبد الله ثقة والزيادة من الثقة مقبولة. هذا استطراد من المصنف رحمه الله كما هي عادته في استطراد بذكر الفوائد إذا استدعى السياق. لما أورد كلام الإمام الحاكم رحمه الله تعالى بالاحتجاج بإسناد هذا الحديث وأنه قد احتج بمثله إمام مسلم، قال فإنه حدث عن شيخه كذا ولعل قائلا يقول، يشير الحاكم هنا إلى ما نقل ابن خزيمة في تعليل الحديث، وأن هذا الإسناد معل بأن حماد بن سلمة والدراوردي وهما أوثق من غيرهما من رواة الحديث روياه على الإرسال. فيقال في الجواب كما يقول الإمام الحاكم، خالد بن عبد الله الواسطي راوي هذا الحديث ثقة، وكونه روى الحديث مرسلا فيه زيادة الصحابي والزيادة من الثقة مقبولة. فهذا من استطرادات الحاكم في رواية هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال ثم روى الحاكم قال حدثنا عبدان بن يزيد قال حدثنا محمد بن المغيرة السكري قال حدثنا القاسم بن الحكم العرني قال حدثنا سليمان بن داود اليمامي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للجنة بابا يقال له باب الضحى، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى، هذا بابكم فادخلوه برحمة الله. الحديث أيضا منكر لأن الراوي سليمان بن داود متروك الحديث. فهذه روايات يسوقها المصنف رحمه الله لا تضعيفا لفضل صلاة الضحى، بل جمعا لكل ما ورد في الباب مما صح منه وما لم يصح. نعم، قال وقال الترمذي في الجامع حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. قال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني تضعيف الإمام الترمذي رحمه الله لهذا الحديث. قال وكأن أحمد يرى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ. وتقدم حديثها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها 8 ركعات قالت في الضحى. نعم، قال قلت موسى بن فلان هذا هو موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك. وفي جامعه أيضا من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. قال هذا حديث حسن غريب، وهو أيضا تضعيف من الإمام الترمذي رحمه الله لهذا الحديث في جامعه. قال وقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. قال أبو أمامة الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأيضا في الحديث تعليل لبعض المحدثين لما في إسناده أيضا من مطعن فيه لبعض رواته. قال وقال الحاكم حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو المورع محاضر بن المورع قال حدثنا أبو الأحوص بن حكيم قال حدثنا عبد الله بن عامر الألهاني عن منيب عن عتبة بن عبد السلمي
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى يسبح فيه سبحة الضحى ثم صلى سبحة الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر تام له حجه وعمرته. وقال ابن أبي شيبة: حدثني حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة، يعني أصابوا غنيمة عظيمة وأسرعوا الكرة أسرعوا الرجعة، كأنهم ما استغرقوا وقتا في غزوتهم تلك حتى عادوا سريعا وبغنيمة كبيرة. فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه صلاة الغداة ثم أعقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. كل ذلك من أحاديث فضائل صلاة الضحى، لكن ضعفها أو ضعف بعضها يغني عنه ما ورد من الصحيح في فضلها. نعم. وفي الباب أحاديث سوى هذه، لكن هذه أمثلها. قال الحاكم: صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات، فوجدتهم يختارون هذا العدد، يعني 4 ركعات، ويصلون هذه الصلاة 4 لتواتر الأخبار الصحيحة فيه، وإليه أذهب وإليه أدعو اتباعا للأخبار المأثورة واقتداءا بمشايخ الحديث فيه. قال الحاكم رحمه الله: أكثر العلماء على اختيار 4 ركعات في صلاة الضحى. ستأتينا إن شاء الله في المجلس المقبل من صلىها 2 أجزاءه، ومن صلىها 4 أو 6 أو 8 على خلاف بين العلماء في أفضل هذا العدد. نعم. قال ابن جرير الطبري: وقد ذكر الآثار المرفوعة في صلاة الضحى واختلاف عددها، وليس من هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه، وذلك لأن من حكى الضحى 4 جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيره في حال أخرى صلى 2، ورآه آخر في حال أخرى صلاها 8، وسمعه آخر يحث على أن يصلي 6، وآخر يحث على 2، وآخر على 10، وآخر على 12، فأخبر كل واحد منهما عما رأى وسمع. وهكذا سيسوق المصنف رحمه الله موقف أهل العلم من تلك الروايات، وما زلنا في أول الأقوال، وهو استحباب صلاة الضحى وتقديم إثباتها على نفيها. وفي الباب أقوال أخرى نأتي عليها في مجلس أسبوعنا المقبل إن شاء الله تعالى، مستكثرين في ليلتنا فيما بقي منها وفي جمعتنا غدا من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشوق للمختار قد بلغ الذرى، والروح تثبت شوقها في ذكره، صلى عليك الله يا نور الهدى، ما فاح عطر طيب من زهره. فيا رب صل وسلم وبارك عليه عددا تشفع تقبل به صلاتنا وتضاعفنا بها 10 أضعافها، واجعلنا يا رب بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم وفقنا واغفر لنا وارحمنا واهدينا وعافنا واعف عنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام، واحفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.